السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومه جديده. بنكمل مع بعض حل امتحانات المحافظات على منهج ثالثه اعدادي الترم الاول 2023. امتحانات مهمه جدا، وسيله للتدريب ولفهم الاسئله والتعامل معاها. الامتحانات من كتاب المعاصر او ويكيز انف، هتلاقي نفس الامتحانات موجوده في كتاب بيت باي بيت، في كتاب جيم، في كل الكتب الخارجيه لانها كانت امتحانات موحده على مستوى المحافظات. ومعانا النهارده بيج 90 صفحه 90 محافظة أسيوط. محافظة أسيوط، السؤال الأول: finish the following dialogue، اكمل المحادثة الآتية. سوها أند دينا آر توكينج أباوت أ فيزيت، بيتكلموا عن زيارة. تو ذا بوتانيكال جاردن، للحديقة النباتية. سوها بتقول هاي دينا، أهلا يا دينا. هاو آر يو، كيف حالك؟ تلاقى هاي سوها، تلاقى إجابة. هاف يو إيفر فيزيتد، يبقى هاي سوها أي أم فاين، أنا بخير. ثانكس، شكرا. هل زرتي، have you ever visited the botanical garden؟ هل زرتي الحديقة النباتية قبل كده؟ قالت لها إجابة، قالت لها سؤال، قالت لها رحت هناك السنة اللي فاتت، يبقى yes I have. أيوة، سؤال اللي جابته رحت هناك السنة اللي فاتت، يبقى when did. You go there، رحتي إمتى؟ السنة اللي فاتت. سؤال اللي جابته I saw a lot of wonderful flowers، I saw a lot of wonderful flowers، شفت نباتات جميلة، بلانتس، ورود جميلة، بلانتس، نباتات، and trees، أشجار. يبقى what، هنا what تبقى did. What did you see، شفت إيه هناك؟ نباتات، ورود، أشجار. Did you enjoy your visit؟ Yes I did، هل تمتعت بالزيارة؟ أيوة، كانت رائعة. السؤال الثاني، قطعة ناقصة كلمات. Last week، الأسبوع اللي فات، My mother wanted، أمي أرادت، to buy an what، تشتري إيه؟ أكيد كاتل. لو قريناها تبقى كاتل، غلاية. She went to a shop، راحت لمحل، which sells، واللي يبيع إيه؟ electric machines، أجهزة كهربائية. In the city center، في وسط المدينة. She asked the shop assistant، طلبت من البائع to help her، يساعدها. choose a good one، تختار واحد كويس. he advised her، نصحها. to take an Egyptian kettle، تاخد الغلاية المصرية. she agreed، هي وافقت. and bid، دفعت. ماضي قبل and، يبقى ماضي بعدها. him 200 pounds، دفعت له 200 جنيه. it was a good deal، كان صفقة جيدة، كانت يعني حاجة كويسة. حاجة ايه كويسة؟ بيج 91 صفحة 91، اقرأ القطعة وأجب عن الأسئلة. A lot of people، الكثير من الناس. often admire، غالبا بيعجبوا أو بيتم إعجابهم. successful and well known parents، persons، بالأشخاص الناجحين والمعروفين. such as great scientists، زي العلماء العظماء. writers، الكتاب. film stars، نجوم الأفلام. and sportsmen، وسبورتسمن اللي هم ذوي الألعاب الرياضية أو اللي بيلعبوا رياضات. زي consider them، زي عايدة على الناس أو على كثير من الناس. هم بيعتبروهم as role models، نماذج قدوة. and often try to follow them، وغالبا بيحاولوا يمشوا ورا سكتهم أو يقلدوهم أو يعتبروهم قدوة. ماشي في طريق العلم أمشي فيه، ماشي في طريق الرياضة أمشي فيه. however، ومع ذلك، there are other heroes، يوجد أبطال آخرين in our life، في حياتنا أبطال آخرين. فين؟ في حياتنا. they may be simple and less famous، بيكونوا ناس بسيطة وأقل شهرة. but they play important roles، بس بيلعبوا أدوار مهمة. in supporting their communities، في تأييد المجتمعات. we should respect every active farmer، لازم نحترم كل فلاح نشيط. who works hard، بيعمل بجدية. in the hot sun، في الشمس الحارة. to grow our food، عشان نزرع أكلنا. the brave soldier، الجندي الشجاع. who is ready، اللي هو مستعد. to die، أن يموت. for his country، لدولته. the clever doctor، الطبيب الماهر. who works day، اللي بيشتغل نهار. and night، ليل. to fight diseases، عشان يكافح الأمراض. and cure patients، ويعالج المرضى. the honest teacher، المدرس الأمين. who helps his students، اللي بيساعد طلابه. and prepares them، وبيجهزهم for life، للحياة. the good citizen، المواطن الصالح. who does social and voluntary work، اللي بيعمل عمل تطوعي واجتماعي. to
to serve his country عشان يخدم دولته. All those أولئك are good examples أمثلة جيدة of the least famous heroes من أبطال أقل شهرة who should get much love اللي لازم يحصلوا على إيه؟ حب كتير respect احترام and thanking وشكر. أسئلة القطعة the main idea of this passage الفكرة الرئيسية في القطعة بنتكلم على role models نماذج قدوة نقط face dangerous disease بيواجه أمراض خطيرة and help sick people وبيساعد المرضى يبقى doctors الأطباء we should follow role models لازم نتبع النماذج القدوة what does the underlying word زي عايد على إيه؟ على a lot of people الكثير من الناس give two examples ادي مثالين of the least famous heroes أبطال أقل شهرة طبعا أبطال أقل شهرة قال لي an active farmer فلاح نشيط and a brave soldier وجندي شجاع اسمهم مش منتشر لكن أعمالهم مؤثرة how will you help your country in the future ازاي تساعد دولتك في المستقبل to study hard to achieve your goals تذاكر بجدية عشان تحقق أهدافك وبالتالي هتساعد دولتك التقدم بيساعد الدولة السؤال الرابع اختار what not is a prize هي جايزة you get for an event بتحصل عليها بسبب حدث أو competition منافسة يبقى award جايزة رسمية My grandfather is blind. هو أعمى. He always needs someone to help him. محتاج حد يساعده. The word blind. He can't see. Blind أعمى يعني can't see لا يستطيع أن يرى. Page 92. 92. And what is something important you have done. حاجة مهمة عملتها. يبقى achievement إنجاز. The word exciting. كلمة exciting. شيق. Has the same meaning as interesting. برضو شيق. It is impolite. مش مؤدب to cyber bully people online أن تتنمر على الناس على النت the word cyber bully يعني إيه cyber bully يعني annoy تزعج تضايق to make the opposite of the word comfortable عكس comfortable uncomfortable مريح غير مريح ونحط un اللي هو المقطع في أول الكلمة complete أكمل وصح my sister was born ده تاريخ يبقى on March 5th 2008 أختي اتولدت في شهر مارس الخامس من مارس 2008 I not meet عادل since ده مضارع تام اول مضارع تام have وهذا والتصريف التالت هتبقى I haven't عشان I بي مع haven't met انا ما قابلتش عادل ليه عشان since neither علي اللي بيجي مع neither nor ولا علي ولا سامي بيتكلموا فرنساوي we all love محمد صلاح كلنا بنحب محمد صلاح because he is an amazing player لاعب مدهش He joined a sports club. This is his plan. خطة. نية أو قصد أو تخطيط بستخدم going to. يبقى he is going to join. هو سوف يلتحق. بنادي رياضي. دي خطة. السؤال السادس اكتب بايوغراف مقال نقدي عن التسوق على الانترنت قريبا إن شاء الله. كده يبقى خلصنا الامتحان. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.